ناخد cases of congruency. cases of congruency of triangles. طيب هو دي في امتحان يقول لي mention two cases of congruency of two triangles. طيب احنا عندنا التو triangles بيبقوا congruent امتى؟ لو لقينا اول حاجه if each side if one of them are congruent to their corresponding in the other. يعني يعني لو عندنا تو تراينجلز كده اهو اهو ده كده وده كده لقينا مثلا ده اسمه اي بي سي وده اسمه اكس واي زد لقينا ان كل سايد هنا ايكوال كل سايد هنا يعني لقينا مثلا اي بي ايكوال اكس واي يعني في الحاله دي اي بي اللي هي ايكوال اكس واي ونلاقي بي سي ايكوال واي زد كورسبوندنت يعني اللي شكل يعني ايه ايكوال تو ذا كورسبوندنت يعني ايكوال اللي شكل سي هنلاقي ايكوال واي زد وهنلاقي ان الاي سي بس هحط عليه العلامه بقى تالتة ممكن احط عليه كده ايكوال اكس زد اي سي ايكوال اكس زد في الحاله دي بيبقى تراينجل اي بي سي كونجرانت اللي انا علامه كونجرانت كده ترينجل اكس واي كونجرانت يعني اكتب بالظبط فهنلاحظ حتى ان انا ممكن اجيبها من اسم الترينجل يعني اي بي انا خدت الحرفين الاولانيين اهو هتلاقيهم ايكوال اكس واي الحرفين التانيين طب هنا بي سي الحرف التاني والتالت هنا ايكوال واي زد اللي هو التاني والتالت هنا برضه اي سي يعني خدت الاي مع السي هتلاقيها كونجرام لاكس زد او يعني الاي سي الحرف الاول والثالث كونجرام للحرف الاول والثالث هنا اه السكند كيس مش هلاقي بقى ايه مش هلاقي 3 سايدز ار ايكوال لا هلاقي 2 سايدز اند انكلود تانك يعني مش هنقول ايتش سايد بقى هنقول ايه الكيس الثانيه two sides بقى عندي and included and يعني ايه؟ يعني ليه مثلا ادي الترانجل ده كده وادي اكس واي زد اهو نلاقي مثلا السايد ده ايكوال السايد ده يعني اي بي ايكوال اكس واي ونلاقي السايد الثاني اللي هو اي سي ايكوال اكس زد وفي نفس الوقت نلاقي ايه؟ نلاقي الانكلودد انجل يعني الانجل دي ايكوال الانجل يعني ميجر اوف انجل اي ايكوال ميجر اوف انجل اكس يعني سي نلاقي دي 60 ديجريز ونلاقي دي 60 ديجريز نلاقي ده مثلا مثلا ده 10 سنتيمتر وده 10 سنتيمتر زي ونلاقي ده مثلا 7 سنتيمتر ونلاقي ده 7 سنتيمتر زي قد بالظبط ونلاقي الانكلودد انجل متساوي يعني مثلا دي هنا 30 ديجريز نلاقي ده هنا 30 ديجريز يبقى في الحاله دي التو ترينجلز ار كونجرنت يعني اقول له اير فور ترينجل بارت اي بي سي كونجرام تو ترانجل اكس واي ده ترانجل ام سي كونجرام تو ترانجل اكس واي زد الثالثة ان الاقي تو سايد تو انجلز اند ا سايد اوف ذيم سايد بتوين ذيم يعني ايه؟ يعني الاقي مثلا كده
ادي ترانجل وادي ترانجل تاني اي بي سي اكس واي زد. نلاقي بقى انجل اي ايكوال انجل اكس مثلا وانجل بي عطف غرة عامة ايكوال انجل واي. يعني مثلا ممكن نلاقي دي 70 ديجريز نلاقي دي 70 ديجريز نلاقي دي مثلا 60 ديجريز نلاقي دي 60 ديجريز ونلاقي السايد بتوين ذم. السايد بتوين ذم يعني ايه؟ يعني السايد اكس 1 اللي موصل ما بينهم ده يساوي السايد دي. يعني ممكن نلاقي ده مثلا 8 سنتيمتر ونلاقي ده 8 سنتيمتر. يعني بمعنى صح هنلاقي ميجر اوف انجل اي ايكوال ميجر اوف انجل اكس. طيب هنلاقي ميجر اوف انجل اي ايكوال ميجر اوف انجل واي. هنلاقي السايد اي بي ايكوال السايد اكس واي. اي بي ايكوال اكس واي. في الحاله دي بقول له therefore triangle اي بي سي congruent to triangle اكس واي زد. فهنلاقي ايه؟ واحنا بنعزل انجل اي ايكوال انجل اكس من اسم الترانجل حتى. انجل اي لا قد انجل اكس. انجل بي ايكوال انجل واي. وبالتالي انجل سي هتبقى ايكوال انجل زد. اه بس انا بتكلم على تو انجلز اند اسايد بتوين ذيم. اسايد بتوين ذيم يعني مثلا انجل اي ايكوال انجل اكس وانجل بي ايكوال انجل واي. نلاقي السايد اي بي ايكوال السايد اكس واي. اللي هو موصل ما بينهم. طيب الكيس الرابع ان ايه؟ ان ترى انجل ترانج تكون مختصه بترى انجل ترانج بلس. ليه ايه بقى؟ اللي هي ان الاقي ادي عندنا رايت انجل ترانج ومثلا دي اي تي واحد تاني اسمه اكس واي زد نلاقي الهايبوتنس هنا ايكوال الهايبوتنس هنا. يعني نلاقي ان اي سي ايكوال اكس زد ونلاقي وان سايد يعني هنا مثلا الاي بي ايكوال الاكس واي. وان سايد هنا ايكوال وان سايد هنا. في الحاله دي بيبقى تريانجل اي بي سي ليه؟ لان طبيعي في شرط ثالث اللي هو انجل بي ايكوال انجل واي. بمعنى اصح لو انا لقيت الهايبوتنس اللي هو زي اي سي ده بيسموه هايبوتنس. هايبوتنس اللي هو اوبوزيت تو رايت انجل ايكوال برضه الهايبوتنس اللي هنا اللي هو اكس سي. الهايبوتنس اللي هنا اللي هو اكس سي. وفي نفس الوقت نلاقي سايد زي اي بي ايكوال سايد زي اكس واي او دي سي ايكوال واي زد بالشرط. المهم ان الهايبوتنس ايكوال هايبوتنس وسايد هنا ايكوال سايد هنا او سايد هنا ايكوال. ممكن نلاقي التو سايدز دول مش لازم الهايبوتنس ايكوال التو سايدز دول. تمام. المهم ان يكون في سايد تو سايدز يعني يا سايد وهايبوتنس او تو سايد. السؤال بيجي لنا كده يقول لي الترانجل اي بي سي از كونجرنت العلامه دي كونجرنت تو الترانجل اكس واي زد. Then ما بيجيبليش طبعا كل دول هو بيجيب لي واحده منهم بس. يسالني طيب اي بي ايكوال كام؟ ممكن يسالني بي سي ايكوال كام؟ يسالني اي سي ايكوال واحده من دول بس يسالني واحده منهم. بس المهم انه في راس السؤال هيجيب لي ترانجل اي بي سي از كونجرنت تو ترانجل اكس واي زد. انا ممكن من اسم الترانجل اعرف ازاي؟ انت دلوقتي بتقول لي اي بي اي بي طب ما يبقى قد اكس واي هي مترتبه. انا خدت الحرف الاول والثاني اخد هنا الحرف الاول والثاني. فانت لما تقول لي اي بي هقول لك انا اكس واي. طيب لو قال لي بي سي بي سي يعني خدت الحرف الثاني والثاني يبقى ايكوال واي زد. طب لو قال لي مثلا اي سي اي سي يعني خدت الحرف الاول والثاني اي سي بنقول اكس زد. طيب ثالث واحده ميجر انجل ايه؟ ميجر انجل ايه يعني تخص الحرف الاولاني ده يبقى ايكوال ميجر انجل اكس متر. طيب
طيب ميجر انجل بي، انجل بي هتحط الحرف الثاني اي ده ايكوال ميجر انجل واي. طيب ميجر انجل اي سي بي دي لفه شويه اي وبعدين خد سي وبعدين خد بي، يعني خد الحرف الاول بعد خد الحرف الثالث وبعد خد الحرف الثاني ويدي اي سي بي يعني كده، يعني واحد اسمه اي بي سي والترنج الثاني اسمه اكس واي زد. هو خد اي وبعدين طلع على سي وبعدين جه من سي راح للبي كده اهو اي سي بي. يبقى نعمل نفس الحركه دي، هنطلع من اكس ونروح لزد وبعدين من زد نروح لواي. Equal measure angle x z. احنا طلعنا من ايه؟ رحنا للسي رحنا للسي دي. هنا برضه هنطلع من اكس ونروح للزد وبعدين من الزد نروح للواي. بيكوال ميجر انجل اكس z. رايح مترتبها بنفس الطريقه. هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي عندنا ترانجل اي بي سي كونجرنت وترانجل اكس واي زد. لو انا مش هعرف ممكن ارسم الرسمه يعني اي بي سي كده اهو ترانجلز ار كونجرنت ات بعض بالظبط. هنقول ان ده اي بي سي ده اكس واي زد بنفس الترتيب. طيب طالما انت بتقول لي كونجرنت وبيقول لي ميجر انجل اكس بلس ميجر انجل واي ايكوال 100، يعني الانجل دي مع الانجل دي عاملين 100 دي كده بلس دي عاملين 100، يعني ممكن تكون دي مثلا 50 ممكن تكون دي 60 ودي 40 وهكذا طالما هما الاثنين عاملين مع بعض 100. طب احنا كنا بنجيب الانجل الثالثه ازاي؟ كنا بنقول عايزين نجيب مثلا انجل زد بعمل ايه؟ لو عايز اجيب انجل زد اللي ناقصه دي كنت بعمل كده بقول 180 ماينس 2 انجلز الثانية هي 52 هتقوم طالع الانسر ايه؟ يبقى الانجل الثاني ايه؟ طيب احنا اتفقنا عشان في كونجرونسي هنلاقي ان انجل ايه مترتب وهو دي ترانجل اي بي سي كونجرنت ترانجل اكس واي زد. طالما هما الاثنين كونجرنت هنلاقي انجل ايه قد انجل اكس؟ ايه قد اكس؟ يعني دي قد دي هنلاقي دي في اتجاه هنلاقي انجل دي قد انجل واي مترتبه دي قد واي يعني دي 50 لاقي دي 50 هنلاقي انجل سي قد انجل زد يعني طالما دي 80 يبقى دي هتبقى 80. هو بيسالني على ميجر انجل سي هيبقى كام؟ اقول له يبقى انا في النظريه بتاعت ربنا اعتمدت على ايه؟ ان المساله دي ان دلوقتي انجل اكس قد انجل اي انجل واي قد انجل انجل سي قد انجل زد. ممكن اجيب انجل زد جبتها ازاي؟ هو بيقول لي ان مجموع الاثنين دول 100 فاضل دي. طب نعملها ازاي؟ هم عاملين 180 ماينس 50 بلس 50 او ممكن نقول ماينس 100 بقى. هو كان قايل لي ان اكس وواي الاثنين مجموعهم 100. يبقى كده ميجر الانجل الثالثه هنا 80 وبناء عليه يبقى الانجل الثالثه برضه هنا في سؤال بيقول لي بيقول لي if two straight lines intersect then each two vertically opposite angles are not يعني انا لو عندي two lines عملوا intersection vertically opposite angles اللي هي الانجل دي والانجل دي يسموه vertically opposite angles يبقوا مالهم equal angle equal angle. يعني ايه؟ لو الانجل دي 70 هنلاقي الانجل دي ايه؟ 70. طب الانجل اللي جنبها نجيبها ازاي بقى؟ ده طالما ستريت لاين وانا عايز اجيب الانجل دي اقوم عامل 180 ماينس 70 هتطلع 110 طالما دي 110 يبقى اللي قصادها برضه 100 عندنا دي
70 ملي سم. دي 110 هنلاقي دي 110 زي يعني. ليه؟ لان بيبقى عندنا التو انجلز دول طالما ده ستريت لاين كده بيبقوا مجموع التو انجلز دول 180، فلما دي 70 هنلاقي دي ايه؟ 110، وبالتالي دي 110 هنلاقي دي 110. لو انا عايز اعمل تشيك اجابتي الاقي ان مجموع الانجلز دي كلها 360. يعني انا لو عملت 7 بلس 110 بلس 7 بلس 110 لازم الاقي الانسر طالعه كام؟ ان شاء الله 360 degrees. لان اصلا احنا عندنا رول بتقول ايه؟ بتقول ان sum of accumulated angles at a point equal 360. فدلوقتي دول الانجلز دول accumulated at a point equal 360. دي هنقولها دلوقتي بقى، دي هنقولها تاني دلوقتي في الفيلم. Accumulated angles at the points equal the sum of accumulated angles at a point are equal 360. يعني المفروض مجموع الانجلز دي كلها equal 360. فهو ممكن يديني يعني الانجلز دي كلها متجمعه اهو دي ودي 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 حوالي 5 انجلز اهو متجمعين حوالين البوينت دي كده. قلت لكم اسمها ام. بيبقى الصم بتاعهم 360. ولذلك هو لو اداني الانجل دي 90 يعني العلامه دي معناها 90. هو مش هيقول لي 90 بس انا بعرف ان العلامه دي معناها 90. والانجل دي 70 ودي 80 ودي 60 وعايز انجل اكس. او انا هقول له بسيطه ايجر انجل اكس ايكوال 360 ماينس واقوم مجمع دول كلهم جوه براكت 70 بلس 80 بلس 60 بلس 90. ممكن احسب دول على الكالكوليتور الاول وبعدين اعملهم ماينس من 360 وممكن كلها مره واحده على الكالكوليتور. هو عامة دول هيدوا كام؟ هيدوا 150 و 8 هيبقى 230 و 7 هيدينا 300 يبقى 360 مال 300 هيدينا 60 يعني الانجل ده بيطلع 60